منظمة اليونيسف هي أبرز الجهات الدولية التي قدمت خدمات الصيانة في بعض المؤسسات الصحية والتعليمية ببلدية الغريفة، وذلك بالتنسيق مع مجلسها البلدي الذي ينتظر الدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعد غياب التفويضات المالية من وزارة الحكم المحلي. طبعا في منظمة اليونيسف قامت بعدة صيانات، من ضمنها اللي هي صيانة مدرسة النهضة بالغريفة، صيانة مدرسة عمر المختار بمحلة بريك، صيانة اللي هو المركز الصحي بجرمة، كذلك صيانة المستشفى القروي بمحلة الغريفة. هذا ما قدمته اليوم منظمة اليونيسف. كذلك في منظمة اليو ان دي بي، طبعا المنظمة هذه احنا انضمنا لها السنة الماضية، طبعا هي كل سنة ينضم لها مجموعة من البلديات وتقدم منهم خدمات. وقد شملت الصيانة مدرستي النهضة وعمر المختار ووحدة الرعاية الصحية بالقعيرات ومستشفى الغريفة القروي، فيما لم تساهم أي منظمة دولية في معالجة شبكات المياه والصرف الصحي التي شغلت بال السكان منذ سنوات طويلة للحيلولة دون تضرر البنى التحتية بعد انتهاء عمرها الافتراضي. طبعا الصيانة تعتبر نصف ما هي شاملة، طبعا تشمل الحمامات، دورات المياه أزيلت بالكامل وولت إعادة تصليحها من جديد، والزواق طبعا زوقوها المدرسة بالكامل، الإضاءة إنارة طبعا كلها بالكامل، بالإضافة إلى خزانات المياه. غياب التغطية المالية عن تنفيذ المشاريع الخدمية جعل مسؤولي المجلس البلدي عرضة لتساؤلات المواطنين الذين يشتكون من خدماتهم الخجولة، ويعول المجلس على التفاهم الذي عقد مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتنفيذ بعض الخدمات الهامة خلال الفترة المقبلة، إذ استمر وضع السلطات المحلية كما هو عليه اليوم.